عايز اخد رايك يا دكتور احمد برضو في ثلاث لاعبين، شحات، بيرسي تاو، ايضا مروان عطيه. نبدا بمروان عطيه عشان ده لوحده حكايه بصراحه. مروان عطيه انا بشوفه لما اتفرجت كمان، لما اتفرج على الملعب بقى بتشوف اللاعب وتحركاته. مروان عطيه انا شايف ان هو اهم صفقه للنادي الاهلي في يناير. انا بشوف ان مروان عطيه لازم يكون اساسي في منتخب مصر. اوكي طبعا. افضل بكتير من محمود حماده طبعا مع الاحترام الكامل ليه، ولكن مروان عطيه واحد من يعتبر انا بشوفه افضل لاعب في الفتره الحاليه خط نص في مصر. اولا دور كبير في استعاده الكره الثانيه للنادي الاهلي، دور صحيح. كبير في قطع الكرات، سر من اسرار استحواذ النادي الاهلي طول المباراه كان مروان عطيه، ليه دور كبير في المحاولات والدور الهجومي وبيكمل وكان ليه محاولتين على المرمى، اكتر لاعب لمس الكوره، كمان عنده رؤيه وعنده شخصيه وعنده تمريرات طوليه رهيبه. يعني ارقام مروان عطيه اهي، ايوه لعب 90 دقيقه. انا احبك وانت بتجيب لي ارقام ارقام على طول، بص عشان اللي بيتكلم يقول لك انتوا عمالين تعملوا ولا بتاع، لا اهو ارقام اهو ده الارقام كمان هترد على اللي بيقول لك ان هو ما بيعرفش يعمل تمريرات طوليه قدام، هنبص عليها. اكتر من لمس الكوره 99. بصراحه انا ما شفتش حد بيتكلم بطريقه سلبيه بصراحه. لا في على مروان عطيه اول ما بدا. لا بيتكلم مش الماتش ده، اول ما بدا النهارده. الماتش امبارح اقصد. اكثر من لمس الكوره 99 مره في الملعب، صنع الهدف الثالث وساهم في الهدف الثاني، عامل 64 تمريره صحيحه من 81، اكثر من قام بتمريرات طوليه في المباراه 13 تمريره طوليه. نعم. كمل هتلاقي كمان، بص الاحصائيه دي مهمه قوي، اكثر من قام بتمريرات للثلث الاخير في ملعب الخصم، يعني واحد بيلعب ديفندر مركز 6 عنده رؤيه لقدام، فاكثر واحد عامل تمريرات لقدام للثلث الاخير 14 تمريره. دي النقطه اللي انا كنت بتكلم فيها، ان احنا عندنا دلوقتي ناس حريفه في نص الملعب على عكس فتره قبل كده كان دايما عندك اللاعب الناشف اللي هو بيقابل بس ما بيعملش الحاجات دي قدام، ففعلا صح. الارقام دي تبين لك ان ده لعيب عنده كوره حلوه يعني. طبعا استعاده الكوره 9، تدخلات الدفاعيه 3، ما ارتكبش ولا خطا، دي نقطه مهمه جدا. في احصائيه بقى كمان جايبينها للاحصائيه التوتال للبطوله كلها، هتلاقي ان محمد عبد المنعم ومروان عطيه موجودين في اكتر لعيبه عاملين تمريرات صحيحه في دوري ابطال افريقيا. محمد عبد المنعم لو نجيب الصوره، محمد عبد المنعم رقم 4 ومروان عطيه هتلاقيه برده رقم 8، رغم ان مروان عطيه ما لعبش غير 3 مباريات اساسي، يعني هو لعب في فتره صغيره بس عكس الباقي مثلا لعب كتير. برده نكمل بقيه الارقام، حسين الشحات، حسين الشحات انا بشوفه واحد من الادي الاحصائيه يا كابتن اسلام. ايوه بص هتلاقي محمد عبد المنعم دي الارقام دي اكتر لاعب تمريرات صحيحه في دوري ابطال افريقيا يا جماعه، فيهم اثنين من النادي الاهلي في اول 10 والاثنين مدافعين، دي حاجه لازم ناخد بالنا منها قوي. ده دليل على ايه؟ دليل على ان مارسيل كولر بيعتمد على كره التحضير من تحت، وان انت عندك محطات في البناء. انا اعتقد ان ال10 هتلاقيهم معظم او 9 منهم او 8 منهم مدافعين، المفروض ان الاحصائيه دي تبقى بلاي ميكرز كلها اصلا المفروض. لا. او لعيبه ديفندرات حريفه. اوكي محمد عبد المنعم رقم 4 بيعمل 57.3 معدل تمريرات صحيحه في الماتش الواحد بنسبه دقه 89%. رقم 8 مروان عطيه 54.5 بنسبه دقه 85%. الاولاني ده بتاع سان داونز مش كده؟ اللي هو مكوينه اللي هو لعيب الارتكاز. ايوه لسه كنت هقول لك ليه؟ لان كل الكرات بتعدي على مكوينه. فانت عندك في الاحصائيه دي 2 من النادي الاهلي، يعني دي رقم كويس جدا دليل على الاثنين دول محطات. تعال نبص على حسين الشحات. حسين الشحات امبارح لعب 27 دقيقه بس، جاب جونين، فده رقم مميز. نزل الشوط الثاني، عجبني كمان توظيف مارسيل كولر ليه ان هو راح ناحيه الشمال، احنا متعودين ان الشحات بيلعب يمين على طول. هو اداله حريه الحقيقه امبارح جدا يعني في ان هو بس تحديدا لما خرج احمد عبد القادر وادى الشحات شمال وبيرسي تاو كمل يمين، فانت صح. عندك الثلاثه اللي قدام دول ماشيين بشكل كويس جدا، حسين الشحات، بيرسي تاو، كهربا. أي. فانت ان انت تستغل الشحات شمال دي حاجه هتفرق في الفتره الجايه. يعني ان انت حطيته ناحيه تحت ضغط وظروف كبيره جدا، حاله وفاه والده وبتاع، لسه كنا بنتكلم قبل ما انت تخش في الموضوع ده، ان هو يؤدي الاداء ده في الظرف اللي هو فيه ده يعني جبل شخصيه. طبعا وهو شخصية. دايما تالق يا كريم، دايما كمان في الماتشات الكبيره حسين الشحات بيظهر كل الماتشات الكبيره تلاقيه موجود، جاب 14 هدف افريقي، واحد من الصفقات شخصية. بصراحه لا والحته المهمه دي اللي هي هو لما بيلعب على الشمال اصلا ما نبص على كل الومضات حسين الشحات مع النادي الاهلي هنلاقيها عبد الرحمن جايه من الجبهه اليسرى. هدف لما راح عندي نقاز في نقاز في الزمالك كان جناح ايسر دي اللي انا فاكرها. هدف الوداد، هدف الوداد ده صفر من ناحيه الشمال. الشمال ده بسبب ايه؟ ان حسين الشحات عنده نفس الميزه عن بيرسي تاو، الاثنين بيستلموا الكره على الخط وبيعدل الجسم لجوه بيخش على جوه، بيخش من العمق، من اللعيبه اللي بيحبوا ياخدوا المدافع للعمق، وبالتالي اللاعب ده لازم اللي بيعمل الحركه دي لازم يبقى عنده شخصيه أرقامه شديده. وبيرسي تاو، بيرسي تاو هنرجع لبيرسي تاو، ولكن ارقام الشحات كملت. ارقام الشحات لعب 27 دقيقه،
احرز هدفين، صنع فرصه، ليه 2 محاوله صح من 2، يعني المحاولتين اللي راحهم جابهم جونين، وليه مراوغه ناجحه واحده من الاثنين. طيب ما هو معانا مره اخرى سريعا جدا ارقام حسين الشحات. خش بقى على بيرسي تاو، الواحد من بيرسي تاو واحد من اهم وافضل اللاعبين في الفتره الاخيره الحقيقه، و يعني انا ما شفتوش مع موسيماني بهذا الشكل. هو لعيب كبير، بيرسي تاو لعيب جاي من الدوري الانجليزي ولعيب دولي ولعيب كبير. هو بصراحه مشكلته كانت في الاصابات، بس لما بيخف وبيبقى كويس، اما بيقف على رجله وبيجيب البدني بتاعه بتلاقي لعيب تاني بصراحه. اولا صنع هدف اسيست، صنع فرص لزملائه 4، مراوغات ناجحه 1 من 2، فاز بالتحامات ثنائيه 4 من 10، ودقه تمريرات 89%. لو نجيب الاحصائيه بس اللي هي الصوره اللي معانا، اكتر اللعيبه مساهمه في اهداف في البطوله لغايه دلوقتي، في منهم كام لاعب من النادي الاهلي؟ 3، بيرسي تاو وكهربا وعلي معلول. دول اكتر اللعيبه، دول بيبينوا لك مين اللي هم الاكثر مساهمه. خلي بالك انا برضه في موضوع بيرسي تاو، لغايه لما يجيبوا لك الصوره، انا بشوف ان تعامل كولر مع بيرسي تاو في ظل هذه الظروف هو اللي وصله لهذا الامر، لانه في النهايه انا كمدير فني عندي اللعيب كويس، اقدر اطلع منه الكويس واقدر ما اطلعش منه الكويس، انا طلعت منه الكويس. خلي بالك هو كان الاول كمان الجمهور كان في كلام على ان بيرسي تاو ماشي قاعد، ده مهم ده مش مهم، هو الضغط النفسي اللي عليه ده كولر خرجه منه تماما وخلاه بالشكل اللي احنا شايفينه بالاداء اللي احنا شايفينه ده، ما كانش سهل على فكره. وكهربا كمان، وكهربا نفس الكلام، كهربا عنده ضغط بره الملعب كمان كبير. يعني هي ساعات بتيجي في الملعب، يعني بتيجي في الملعب انت بتخلق ثنائيه مع حد انت مرتاح له بكل امان. لو تشوف ان عوده كهربا واحتلاله لمركز المهاجم الصريح فعلا خلى بيرسي تاو اسلوب لعب كهربا مفيد جدا 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 لبيرسي تاو، لان كهربا ما بيرحلش وبيديله المساحه اللي هو عايزها بالظبط. فبالتالي طيب، في الملعب ما بتحسش ان اللعيبه بتعمل قفله مع بعضها. فانا اعتقد دي كانت احد اسباب تفوق وتالق بيرسي تاو في الفتره الاخيره. ده اللي انت عايزه، الاكثر مساهمه في الاهداف. الاحصائيه دي مهمه جدا، اكتر اللعيبه اللي ساهمت اهداف في البطوله في دوري ابطال افريقيا. يعني ايه مساهمه؟ يعني سجل وصنع الاثنين. بيرسي تاو رقم 3 كهرباء، اكتر لاعب ساهم في اهداف في النادي الاهلي في البطوله بيرسي تاو، مساهم بالتسجيل والصناعه في 5 اهداف. كهرباء اهو مساهم في 4 اهداف رقم 4. الاولاني ده حمزه خابه اللي هو بيلعب في الرجاء، مهاجم الرجاء، مساهم في 6 اهداف. كلاتوس تشاما ده بيلعب في سيمبا التنزاني 5 اهداف. بيرسي تاو 5 اهداف، كهربا 4 اهداف، للوبو اللي هو في الهلال السوداني 4، كاسيوس مايلولا، يسري اللي هو الجناح بتاع الرجاء المغربي، علي معلول اهو بيظهر رقم 8 مساهم في 4 اهداف. ده بيرسي تاو كمان نفس العدد بتاع المركز، يعني يعتبر تاني مش تالت. بيرسي 5 اهداف هم الاثنين، هم الاثنين يعني يعتبر ثاني اكتر لاعب مساهم في اهداف بيرسي تاو، وبعد كده كهربا. فانت القايمه دي بتاكد لك ان انت عندك 3 لعيبه من احسن 10 لعيبه. انا بعتبر دايما الاهداف والاسيست هم يعتبروا اكتر لعيبه من احسن اللعيبه في البطوله، ان هو مساهم بالتسجيل وبالصناعه. فانت عندك معلول وعندك كهربا وعندك بيرسي تاو.